متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا معنا في هذا البث المباشر من السوق الأسبوعي لجماعة الزيدة إقليم بن سليمان. في هذه الأثناء متابعينا الكرام كاين واحد العرقلة ديال حركة السير قبل ما ندخل السوق الأسبوعي، فالطريق محبوسة تماما. متابعينا الكرام تشاهدوا معنا على المباشر، دابا غنتوجهو للسوق الأسبوعي باش تشاهدو معايا الكارثة اللي واقعة في البنية التحتية ديال السوق الأسبوعي. متابعينا الكرام، تشاهدوا معنا متابعي الكرام واحد الكارثة بيئية بامتياز هنا في السوق الأسبوعي الزيادة، توصلنا بها من عند الناس ديال المتابعين الكرام أن السوق الأسبوعي كان في واحد البنية تحتية اللي هي ميتة كما كنقولوا بالعربية بالدارجة. فصراحة فينا هما المسؤولين ديال هذا السوق الأسبوعي، بالضبط فينا هو مول السوق كما كنقولوا، فينا هي السلطة المحلية. بقاو معنا متابعي الكرام، شوفوا معنا المباشر، شوفوا معنا كمية الأزبال المنتشرة هنا. شوفوا معنا متابعين الكرام، شاهدوا معنا كمية الأزبال المنتشرة كما كتشاهدوا معنا متابعين الكرام متابعي قناة شوف تي في. نجمو معنا بث مباشر من السوق الأسبوعي لجماعة الزيدة إقليم بن سليمان، فواحد الحالة كارثية كاينة في هذا السوق الأسبوعي كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. فشوفوا الحالة ديال السوق الأسبوعي كيفاش دايرة، هذا السوق كيتقضاو منو الناس، هذا السوق الأسبوعي كيتقضاو منو الناس ديال جماعة الزيدة والإقليم كامل كتقضى من السوق الأسبوعي. بقاو معنا متابعينا الكرام، شوفوا معنا البنية التحتية كيفاش دايرة، شوفوا معنا البنية التحتية ديال السوق كيفاش دايرة. شوفوا معنا الحالة متابعينا الكرام، هذا نذكركم هذا هو السوق الأسبوعي ديال جماعة الزيدة إقليم بن سليمان، هذا السوق الأسبوعي ديال جماعة الزيدة إقليم بن سليمان. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، شوفوا شنو كتناولوا، جد كد الحالة ماشي كي جاك هادشي مصيبة ولا ماشي مصيبة؟ مصيبة، خاصهم يديروا لي شي ومشي لي شي بلاصة. لابوراتوار دابا هنايا، لابوراتوار السوق وهنايا اش كيداروا لي؟ شو الناس شنو كيتناولوا الناس؟ كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، واحد الحالة كارثية هنايا السوق الأسبوعي الزيادة. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، شوفوا الناس شنو كيتناولوا، شنو المخلفات ديال الذبيحة. المخلفات ديال الذبيحة كلها كتخرج هنايا، شوفوا الحالة. شوفوا المخلفات الذبيحة كيفاش كتخرج، شوفوا الحالة كيفاش دايرة متابعينا الكرام. فينا هما المسؤولين، فينا هو رئيس جماعة الزيدة،
فين هو رئيس جماعه زيد بشهود الحاله. هادشي هو السوق الاسبوعي، هادشي وسط السوق الاسبوعي، هذا هو السوق الاسبوعي لجماعه الزايده. شوفوا الحاله ديالو كيفاش دايره متابعينا الكرام. شنو المخالفه ديال الذبيحه باش تخرج؟ شاهدوا معنا متابعينا الكرام مخالفه الذبيحه. شوف هادشي هو السوق، هادشي هو السوق الاسبوعي، وسط السوق الاسبوعي. شوفوا الحاله كيفاش دايره، شوفوا بلا بنادم شنو كيتناول، شوفوا الحاله كيفاش ولات. شاهدوا معنا الحاله متابعينا الكرام، شوفوا الحاله. هذا واد والسوق الاسبوعي، واد والسوق الاسبوعي، يعني مخلفات ديال الذبيحه كلها كتخرج هنايا، الذبيحه كلها كتخرج هنايا، يعني الناس كيذبحوا لداخل في السوق لداخل وكتخرج الذبيحه كلها هنايا. مع ان هذا السوق كيتكرب واحد الثمن اللي هو طالع بزاف، يعني على حساب بعض الاخوان، تعليقات الاخوان في هذا السوق كيتكرب الثمن ديال 260 مليون. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، شوفوا الحالة كيفاش دايرة متابعي الكرام، مكب للنفايات. شوفوا الحالة كيفاش دايرة متابعي الكرام، هذا هو السوق. اجي واحد الرائحة كريهة كيما في السوق الأسبوعي، رائحة كريهة هنا بزاف كاع. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، كارثة بيئية بامتياز، مع أنه محادي السوق، ها السوق البيع والشراء حاط اللي كيبيعوا هنا ويشريوا. فين هو رئيس الجماعة؟ فين هو رئيس الجماعة ديال الزايدة؟ فين هما المسؤولين؟ شوفوا لها حالة كديرة، كارثة بيئية بامتياز. شوفوا لها حالة كديرين، واش السوق كيتباع بواحد الثمن اللي هو باهظ، وما قدروش يصوبوا ليه واد الحار، ما قدروش يديروا بنية تحتية ملائمة. شوفوا الحالة، شوفوا الحاله متابعينا الكرام، شوفوا شنو كيتناول المواطن، المواطن السليماني. هذا السوق كيتقضاو منه، هذا السوق كيتقضاو منه اكثر من 14 اكثر من 15 جماعه، يعني كاع الناس كيتقضاو من هذا السوق اكثر من الناس. نعم خويا السي محمد، هذا السوق قديم وبزاف، شوفوا الحاله كيفاش داير، هذا سوق اسبوعي وكيتباع بواحد الثمن باهظ، واش ما قدروش يصايبوا مكب للنفايات؟ ما قدروش يديروا بنيه تحتيه ملائمه؟ واش المخلفات ديال الذبيحه كلها كتخرج هنايا؟ شوفوا الحاله كيفاش دايره. شد الحالة، ها؟ مصيبة. شوف معنا متابعينا الكرام، هذا هو السوق الاسبوعي، هذا هو مكب ديال السوق الاسبوعي لابوراتوار. شوفوا الحاله كيفاش دايره، شوف الحال. صراحة متابعينا الكرام ولات هنايا كارثة بيئية، هنايا ولات كارثة بيئية. مخالفة الذبيحة كلها تخرج هنايا، واحد الرائحة كريهة والأزبال، كمية أزبال، واحد كمية هائلة هنايا. شوفوا معنا متابعينا الكرام، هذا سوق اسبوعي، شوفوا الحاله، سوق اسبوعي، سوق اسبوعي بجماعه الزايده، من اقدم الاسواق، هذا من اقدم الاسواق. شوفوا الحاله، ما عندوش بنيه تحتيه. شوفوا الحاله، كره عندك،
صراحة المتابعين الكرام هذا الشيء كيألموا بزاف، واحد الرائحة اللي هي كريهة وبزاف. شوفوا الحالة ديال الأزبال المتراكمة هنايا، شوفوا البنية التحتية كيفاش دايرة. شوفوا معنا الحالة، واحد الرائحة اللي هي كريهة وبزاف كاع. شوفوا هانتي انتشار الأزبال، شحال الأزبال منتشرة. شوفوا الحالة شحال. واش هذا مازال سوق متبعنا الكرام؟ هذا مازال سوق، شوفوا الحالة ديالو كيف دايرة. حالة السوق الأسبوعي، هادشي في السوق الأسبوعي ديال مدينة بن سليمان بالضبط ديال جماعة الزايدة. هذا سوق أسبوعي بجماعة الزايدة يقلب بن سليمان. شوفوا الحالة. نعم متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فصراحة كارثة، كارثة بيئية بامتياز، كارثة بيئية بامتياز. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شو الناس شنو كياكلوا عباد الله، شوفوا الحالة كيفاش دايرة. هذا المخلفات ديال المارشي، ديال المارشي الدخلاني. كلشي كيخرج هنايا. مخلفات ديال المارشي كيدبحوا لداخل، المخلفات ديال كلها كتخرج هنايا، ما كاينش بنية تحتية، ما كاينش واد حار. رائحة الأزبال صراحة كارثة، كارثة بيئية بامتياز. والسلطة المحلية في خبر كان، فين هم المسؤولين؟ فين هم المسؤولين؟ شوفوا لحالة متابعينا الكرام. شوفوا الحالة متابعينا الكرام، فينا هم المسؤولين؟ نحن نطالب بالمسؤولين. نعم نعم صحيح خويا حمو مبارك، فبزاف الناس يتعرضوا للأمراض. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، مخلفات السوق الأسبوعي كلها هنا. شوفوا الحالة كي دايرة متابعينا الكرام، مو السوق الأسبوعي هادشي، مو السوق الأسبوعي. فينا هم المسؤولين؟ هذا السؤال، فينا هم المسؤولين؟ فينا هم المسؤولين؟ فينا هو رئيس جماعة الزايدة؟ شوفوا الحالة متابعينا الكرام، مو السوق الأسبوعي هادشي. شوفوا الحالة متابعينا الكرام، وسط الأسبوع، وسط السوق الأسبوع، شوفوا الحالة. وسط الأسبوع شوف الحالة كيفاش داير. وسط السوق الأسبوعي الناس كيتقداو، والواد دايز وسط منهم متابعينا الكرام. شوفوا الحالة كيفاش داير. السؤال هو فين هم المسؤولين؟ السؤال هو فين هم المسؤولين؟ فين هو رئيس جماعة الزايدة؟ اللي هو المسؤول الأول عن السوق. هو المسؤول الأول عن السوق، هو المسؤول اللي يجمع عليه السوق. مرحبا
هذا هو السوق الأسبوعي لجماعة الزيدة، السوق أسبوعي لجماعة الزيدة. شوفوا الحال الكارثي ديالو، شوفوا الحال. ها الصحافة ولا لا؟ نعم كاش ما يخدم كاش بعض الصحافة هنا يخدموا. ودوي عليه دوي عليه دوي على حقهم. ايوه كاين الريحة. كاين الريحة. واش كطالبوا؟ باش كطالبوا؟ باش قادر تشتي تصاوب هذا الشيء؟ خاصو يتقاد. مصيبة هذه. ايوا كيما انت كتشوف. انت كتشوف الحالة كيما انت. الشيء هو السوق، هو السوق. هذا الشيء هو السوق الأسبوعي. توجيه على كل شيء. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فصراحه كل الناس اللي كيعيين، كل الناس طالع عليهم الدم، كل الناس صراحه شو الحاله كديرة، شوفوا الحاله، شوفوا الازبال والفضلات ديال الحيوانات اللي كيذبحوا ديال الابقار، شوفوا الحاله كيفاش دايره. شي مباشره كتجي منا وكيف شي مباشره تكبرها فين. شوفوا لا حاله، شوفوا لا حاله متابعي الكرام، فينا هما المسؤولين؟ شوفوا لا حاله متابعينا الكرام، اذا متابعي الكرام انتم كتشاهدوا معنا على المباشر، وصراحه واحد الحاله كارثيه، حاله يرثى لها صراحه في غياب تام المسؤولين بجماعه الزيدي داخلين بالاستيمان. شوفوا الحاله كي دايره، كما شفتوا الاراء ديال بعض الناس اللي كيبيعوا يشريوا هنا، طالعين بدم بزاف كيطالبوا بالحل. شوفوا نشوفوا الناس كيفاش كيعيشوا. هذا سوق جماعة الزيدة يخلي بالسليمان. شوفوا الحالة كيفاش دايرة. التمر ديال الصحراء، التمر ديال بوعرفة، التمر ديال الصحراء. التمر جديدة هي التمر 200 كيلو، التمر 200 كيلو. ماشي كيألم صراحة، ماشي كيألم. نعم خوتي، فهذا سوق أسبوعي بجماعة الزيدة يخلي بن سليمان. هذا سوق أسبوعي، شوفوا الحالة ديالو كيفاش دايرة. الدماء كذلك الفضلات ديال الأبقار اللي كيذبحوا هنايا، شوفوا الحالة كيفاش دايرة. نعم خويا حمو مبارك، نعم كارثة صراحة، كارثة بيئية بامتياز. دابا هنايا كم أكدين كيتنتشروا الأمراض، كلشي كيتجمع هنايا. شوفوا الحالة كيفاش دايرة، واحد الرائحة أقسم بالله العظيم، حتى رائحة كريهة جدا. شوفوا الحالة، هو السوق الأسبوعي. فينا هما الناس؟ فينا هما المسؤولين؟ واش ماشي حشومة؟ ماشي عيب وعار؟ شوفوا الحالة كيفاش دايرة متابعينا الكرام. هادو المخلفات، هادو الدماء، هذا الدم مخلط بالفضلات كله هنا كيخرج، كيمشي مباشرة كيمشي هنا فين كيمشي. شوفوا معنا الحالة متابعي الكرام، ها فين كيمشي؟ ها المخلفات ديالو. شوفوا الحالة، شوفوا الحالة كيفاش دايرة. شوفوا السوق الأسبوعي، السوق الأسبوعي جماعة الزيدة. شوفوا السوق الأسبوعي جماعة الزيدة كيفاش داير. كمية هائلة من شوفوا الأزبال، شحال الأزبال، شوفوا الأزبال شحال. الناس ما كيحطوا وسط الأزبال. مار ديال الصحراء، التمر ديال بوعرفات، التمر ديال الصحراء.
إذن متابعينا الكرام، وصلنا باش نختموا هذا المباشر معكم. كما شفتوا مع الكارثه البيئيه بامتياز صراحه، فكنطلبوا سوى تدخل المسؤولين. حنا كل مره نبقاو نجيو هنا، كل مره نجيو هنا حتى يديروا حل. راه حشومه وعار. هنا راه امراض كيتجمعوا، هنا الباكتيريا كيتجمعوا، الامراض كيتجمعوا خطيرين بزاف كاع. ها امراض خطيره هنا كيتجمعوا، الباكتيريا خطيره كتجمع. إذن متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من جماعة الزيادة إقليم بن سليمان. طلع عم تمر يشوف الصلاة على الحبيب، عم يشوف الجنة، عم يشوف الجنة.